بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد حلواتي، انا كنمثل شركه ديال ليفاغ بليس من مدينه الدار البيضاء، وفي نفس الوقت كوكيل لمؤسسه تونسيه اسمها شركه عليسه للنشر والتوزيع. التخصص ديالنا هو كتب الاطفال، اتمنى يجد مناسبه يعني في المتناول المواطن والساكنة هنا بمدينة تيزنيت. جيت سعداء أننا نتواجد هنا بمدينة تيزنيت لتقريب الكتاب من الساكنة وزيارة لهذه المدينة الجميلة. بالنسبة للتخصص ديالنا هو تقريبا بالنسبة احنا عندنا جوج مؤسسات، كاين المؤسسة بالنسبة لليفاغ بليس التخصص ديالها أطفال، أثمنة جد مناسبة في حدود 5 دراهم 2 دراهم 10 دراهم. بالنسبة للشركة الأخرى ليفاغ عليسة هي كتب ثقافية، كاين الجديد بالنسبة ل 2022 2021 كنا مشاركين حتى في المعرض بالنسبة للدولي لمدينة الرباط الذي أقيم مؤخرا. وبالنسبة للإقبال تفاجأنا في الحقيقة بالنسبة للإقبال كان في المستوى، رغم أن الوقت غير مناسب فكان الإقبال وكان زيارات بالنسبة لجميع الفئات وجميع الشرائح الاجتماعية هنا بمدينة تيزنيت، حتى التنظيم في المستوى. ونشكر المندوبية وزارة الثقافة هنا بمدينة تيزنيت وجميع الصاهرين والمنظمين اللي كان هناك مجهودات جبارة في تنظيم هذا المعرض، والحمد لله كل شيء على ما يرام، ونحن جد سعداء هنا بتواجدنا هنا بمدينة تيزنيت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم زير عبطيف ممثل شمس للنشر والتوزيع بمدينه الدار البيضاء. جينا المعرض المره الثانيه على التوالي للمعرض ديال تيزنيت. الحمد لله جينا وجينا معنا مجموعه ديال القصص وكل ما يخص الطفل والناشئه، وكذلك بعض الروايات في الاداب والتنميه البشريه وكل ما هو اجتماعي. جينا لتيزنيت الحمد لله كنلقاو اقبال، لقينا اقبال شويه يوم السبت والاحد، كان شويه الجمهور والناس حضروا. من بالنسبه للاونه الاخيره شويه كان ما كنلاحظوش داك الشيء، ما كاينش واحد الجمهور اقبال كبير، وكنتمنوا ذلك الظروف اللي حنا فيها بالنسبه قربنا للعيد. ولكن على العموم داك الشيء مزيان الحمد لله واللهم لك الحمد. وثاني وممثل دار المغربيه للنشر والتوزيع اللي كتقوم حتى هي في مدينه الرباط، انا الممثل ديالها هنايا في هذا المعرض اللي كانت كل الكتب ديالها حول مقاصد الحاجيه ومقاصد الشريعه الاسلاميه من دراسات جامعيه، وكذلك جبناها مع بعض المصاحف والكتب اللهم لك الحمد. ومن هذا المنبر كندير تحيه خاصه لجميع الجماهير الوداديه بالفوز بالعصبه والفوز بالبطوله الوطنيه، وشكرا. يعني لدينا نصيب وتبعونا.